لاعبه الاهلي لحظات اكيد بتبقى فارقه جدا مع الاهلي، خاصه في اليد اللي فيها الغلبه السنين اللي فاتت كانت للزمالك، فارق جدا مع الاهلي. وزي ما سمعتوا حميد، وبقى عندنا لقاءات كمان من نجوم النادي الاهلي على الهواء مباشره كلها. يلا تعالوا يلا نروح تاني مره تانيه لحاتم. يلا حاتم اتفضل. طيب لا ما لو استلام الدرع، لو استلام الدرع اهم، استلام الدرع اهم، وبعدين نروح للقاءات. برافو عليكم يا شباب، برافو عليكم.